قبل ما بقاش. وبالنسبه للغلاء كاين الغلاء في الاسعار كاين يعني كل شيء مزيود هذا العام كاع بزاف كاع كل شيء مزيود اللوز القرقاع التمر هي الفواكه اكثر كيركزوا الناس على اللوز القرقاع بيستاج اكاجو نوازيت تمر كوكو حمص صافي قريشلات مثلا التمر التمر دابا راه قليل شويه ما كاينش ماشي الوقت ديالو اصلا جات في ماشي في الوقت ديالو ملي دار العام راه ماشي الوقت ديالو دابا تفوت عاشوراء عاد غيدخل التمر والشريحه حتى هي هذا هو السبب دابا الشريحه راه ما كايناش راه 80 درهم دايره الشريحه والقرقاع راه 120 درهم بالنسبه لذاك الشيء اللي كيجي من برا كله غالي كله هذا العام مزيود بحال البنان السك الاكاجو بيستاج نوازيت اللي في رويسك اللي كيتصايب الحمص ديال تركيا كاين هذوك تزادوا هذا العام كاين مزيود فيهم واحد ماشي بحال العام اللي فات غير بالنسبه للعام اللي فات والعام اللي قبل منه كيتزادوا السوق الحمد لله بقى الله بدينا اليوم اول نهار هو هذا ديال اليوم ديال السوق هو هذا ديال الموسم عاشوراء بالنسبه لعاشوراء كاين ان شاء الله نهار الحد بالنسبه حنا دابا 3 سنين ما درناش عاشوراء على اساس كوفيد هذاك الشيء علاش ما درناش عاشوراء بالنسبه للاثمنه شويه مرتفعه العمال اللي مقارنه بالعمال اللي فاتوا مزيده شويه الاثمنه كل شيء زيد الحاجه اللي ما زيدش فيها كاع تكون زيد فيها واحد 10 دراهم الحاجه اللي ما زيد الاقل حاجه اللي ما زيدش فيها زيد فيها 10 دراهم بالنسبه للمحروقات بالنسبه للترونسبور بالنسبه بزاف ديال الحوايج فهمتي الفاكهه اللي كتدخل من برا عندك التمر ديال تونس وعندك التمر ديال مصر وعندك قرقاع ديال الشيلي وعندك رقاع ديال الشينوا وعندك اللوز ديال برا وعندك اكاجو بيستاج نوازيت حتى هو كيدخل من برا بالنسبه للي فروي بالنسبه للزبيب حتى هو كيدخل من برا عندنا حنا بالنسبه لنا حنايا عندنا القرقاع هذا العام هذا عندنا ناقص شويه ماشي بحال العمال اللي فات هذا العام القرقاع ديال البلاد ناقص بالنسبه للناس الكبار اهم حاجه هو اهم حاجه عندهم هو اللوز والقرقاع والتمر والشريحه وكاوكاو هذا هو اهم حاجه عندهم الناس الكبار بالنسبه للي جون اللي ولاو دابا اغلبيه كياخذوا لي اكاجو بيستاج نوازيت لي فروي اما القرقاع شي حاجه قليله ما عطيناش اهتمام بزاف بالنسبه للي جون غير داكشي لي فروي وصافي اكاجو بيستاج وكذا تقيوتات كما كنقولوا صافي هادشي اللي كاين الأثمنة عالية الأثمنة غالية كاين الثمن أخويا شوية غالية السلعة غالية السلعة بالنسبة للقرقاع بالنسبة للكوكاو زاد فيها النص زاد فيها النص السلعة ديال برا غالية حتى هي راه السلعة غالية القرقاع غالي القرقاع راه 2400 2100 القرقاع غالي كاين القرقاع زاد 80 درهم 70 درهم 90 درهم بالنسبة للكوكاو كوكاو كنا ناخذوا ب 400 دابا راه اليوم 800 760 ريال 760 عاد تنقليو راسنا الأثمنة غالية أخي بزاف بالنسبة للترونسبور غلا خلصنا حنا بني باش بنينا خلصنا الجامعه خلصنا كلشي بنينا تاخرنا شويه بالنسبه للاقبال باقي الناس يلا غنبداو اليوم ان شاء الله يلا غنبداو اليوم بقى الراوج يلا فرشنا حنا اليوم كلشي بالنسبه للمواد غير كامل شي ياخذوها مواد كامل لوز قرقاع كاوكاو الحمص كلشي قريشلات ياخذوا كاع المواد الاساسيه ياخذوها مزيان